أهلا وسهلا بكل اللي عم بيتابعونا من كل مكان. حلقة جديدة من برنامج إكسترا تايم رح نناقش فيها العديد من المواضيع المحلية المتعلقة بالدوري الأردني، ورح أكون معكم فيها أنا وفرح عبندة. يسعد مساكم متابعينا اللي بتشوفونا من كل مكان بإكسترا تايم. اليوم رح يكون عندنا حصاد شامل للأسبوع 13 من دوري المحترفين، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الرياضية. لاستعراض طبعا الأسبوع 13 من دوري المحترفين والحديث عن الحصاد رح يكون معانا الصحفي والمحلل الرياضي تيسير العميري. مساء الخير كابتن. مساء الخير، أهلا فيك. بدايتنا رح تكون بتقرير عن حصاد للأسبوع 13، نشوفه وراجعين. تمسك الجزيرة بصدارة دوري المحترفين مع ختام الأسبوع 13 من دوري المحترفين، وبقي ترتيب فرق المقدمة على حالها. حققت فرق المربع الذهبي انتصارات ثمينة وبفارق هدف جعلتها تحافظ على ترتيبها، فالجزيرة حقق فوزا مهما على شباب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليبقى متصدرا ب29 نقطة. الوحدات واصل مطاردته للجزيرة بعدما سجل فوزا بشق الأنفس على سحاب بهدف دون رد ليبقى ثانيا برصيد 28 نقطة. ونجح منشية بني حسن في المحافظة على ترتيبه في المركز الثالث بعدما أنجز مهمة الأهلي بهدف ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، متقدما بفارق الأهداف فقط عن الفيصلي. الفيصلي بدوره حقق المطلوب من قمة الأسبوع التي جمعته مع الرمثة، وتمكن من الفوز بهدف نظيف في المباراة التي جرت بدون جمهور ليواصل الفيصلي تقدمه النقطي على سلم الترتيب. وغابت الانتصارات عن باقي الفرق، فالحسين وذات راس اقتنعا بالتعادل السلبي وكذلك الصريح والبقعة، ليتقدم الصريح خطوة مهمة للأمام حيث حل بالمركز التاسع برصيد 10 نقاط ليترك المركز العاشر لسحاب ب9 نقاط، بينما بقي ذات راس بالمركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، يليه البقعة صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط. إذن سيد تيسير، الصدارة تبقى للجزيرة ويبقى في المقدمة قبل قمة الوحدات. نعم، يعني خلينا نحكي أنه شكل الدوري ما يزال على ما هو عليه منذ نهاية مرحلة الذهاب. عندنا أربع فرق تنافس على اللقب. الجزيرة حافظ على الصدارة بفارق نقطة عن الوحدات 29 نقطة، الوحدات 28 نقطة. الفيصلي والمنشية في المركز الثالث مكرر برصيد 26 نقطة، ثلاث نقاط بين المركز الثالث والمركز الأول. أيضا عندنا أربع فرق ما تزال في منطقة الوسط، ليس لديها القدرة على أنها تدخل المربع الذهبي، اللي هي طبعا الحسين، إربد، شباب الأردن، الرمثة، الأهلي. وعندنا أربع فرق تنافس من أجل البقاء في دوري المحترفين: الصريح 10 نقاط، سحاب 9 نقاط، ذات راس 7 نقاط، والبقعة 6 نقاط. وبالتالي الشكل العام لبطولة الدوري لم يختلف بشكل كبير، لكن يعني من وجهة نظري السريعة بأنه المستوى الفني في أول جولتين من مرحلة الإياب مستوى منخفض، نعم، تراجع بشكل كبير عما كان عليه الحال قبل ذلك. نعم، خلينا نقول برأيك، هل مباراة الجزيرة والوحدات ستحدد شكل البطل أو رح تغير مثلا المنافسة والسباق على الصدارة؟ يعني سميحة، في عندنا مباراتين بالجولة 14، هن مباراتين القمة بين الفرق الأربعة الأولى. يعني عندنا الفيصلي والمنشية رح يلعبوا مع بعض يوم الجمعة، في اليوم التالي سيلعب الجزيرة مع الوحدات، وبالتالي نعم، نتيجة المباراتين كثير مهمة بالنسبة للفرق الأربعة. الجزيرة يعني نظريا ما يزال يحافظ على صورته الزاهية، فريق قوي هجوميا وبدلالة أنه سجل 4 أهداف في المباراتين. الوحدات في يعني المواسم الأخيرة أصبح يعاني من عقدة اسمها الجزيرة، وبدلالة النتائج ومباراة الذهاب انتهت لصالح الجزيرة 2-1، شفناه يعني غير مقنع أمام البقعة وأمام سحاب، وبالتالي هو حصل 4 نقاط ولم يسجل سوى هدفين. على الجانب الآخر أعتقد أنه المنشية
يعني قدم نفسه فعلا يعني كفريق منافس بشكل قوي. الآن هو عنده طموح أنه فعلا يكون في يعني ينافس على المركز الأول. نعم أكيد. كابتن يمكن عم نلاحظ أنه جماهير الجزيرة عم ترجع على المدرجات، عم نشوف في جماهير حتى لو كانت بأعداد قليلة لكن عم نشوفهم عم بيرجعوا. يعني هو الجمهور بالجولة الماضية بجوز تأثر كون مباراة مثلا الفيصلي والرمسة أكيدت بدون جمهور، برودة الطقس والأحوال الجوية حالت دون حضور حتى في مباراة الوحدات أمام الصحاب ما شفنا. لكن أنا بعتقد أنه ما يزال فريق الجزيرة يعاني من ضعف الحضور الجماهيري. نعم. يعني إحنا لما نشوف الحراك اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي بنحس أنه في للجزيرة أنصار كثر أكثر مما هو موجود في المدرجات، والآن بجوز فريق الجزيرة فعلا بحاجة لهذا الجمهور، سواء كان الجمهور العريق اللي عايش أمجاد الفريق في الستينيات على وجه التحليل أو الجيل الجديد من الشباب اللي يعني أصبح يعجبه فعلا أداء فريق مثابر مثل الجزيرة. صحيح. طيب أستاذ، تيسير المنشية بيواصل إزعاج الكبار وعم بشدد الخناق أكثر على فرق المقدمة. يعني بصراحة فريق المنشية يعني أكد لكل المتابعين، بجزء احنا ظلمناه إعلاميا شوي في البداية على أساس أنه فريق ممكن يكون مرحلة معينة يمشي فيها بعدين يوقف على حسب التجارب اللي مرت فيها فرق أخرى، كون المنافسة في الغالب تحصر بين الفيصلي والوحدات، ربما يدخل فريق آخر، المرة هاي دخل فريق الجزيرة وأصبح متصدر. لكن المنشية فعلا يعني يتمتع باستقرار فني، مدربه أسامة قاسم يستطيع أن يقرأ قدرات الفريق بشكل جيد وقدرات الفرق المنافسة، وأعتقد أنه مباراته أمام الفيصلي في الجولة المقبلة مباراة كثير مهمة للفريق كي يثبت جدارته. وما ننسى أنه يعني في الجولة بعد القادمة أيضا هناك مباراة للمنشية أمام وحداته، بالتالي يعني يمكن الحكم على يعني مدى حضور المنشية في لوحة المنافسة. نعم. من خلال يعني هاتين النتيجتين. صحيح. خلينا ننتقل للوحدات وسحاب، والوحدات يعني نقدر نقول انه تعذب بين ما قدر يحقق الفوز في هذا اللقاء لكنه ما زال ينافس على قمة الترتيب، رأيك بشكل عام بهذا اللقاء؟ يعني برأيي انه فريق الوحدات يعني زي ما حكيت أنا في مرحلة الإياب في أول مباراتين لم يكن الوحدات اللي شفناه في أواخر مرحلة. نعم. الذهاب يعني فريق الوحدات يعاني من غياب بعض العناصر المؤثرة وخصوصا عندها قدرة على التهديف مثل حسن عبد الفتاح، عبد الله ذيب، بهاء فيصل، أيضا يعني المهاجم البرازيلي توريس أثبت أنه يعني غير قادر على أنه يشكل إضافة أو يثبت حضوره في الفريق. وبالتالي يعني مشكلة الوحدات أنه اليوم ما عنده اللاعب البديل اللي ممكن يكون جاهز يغطي اللاعب المصاب. ما ننسى أنه فريق الوحدات أيضا يجهد من خلال المشارك الخارجي، واليوم هو طبعا على أعتاب مواجهة أمام النجمة، فبالتالي يعني أنا ما شفته مقنع من الناحية الهجومية مع فريق صحاب. فريق صحاب أيضا يعني فريق محترم كان يعني يهدف إلى الحصول على نقطة من هذا اللقاء كما فعل في مباراة الذهاب بين الفريقين، لكن يعني الوحدات لم يقدم نفسه فعلا كفريق يعني قوي للغاية وقادر على أنه يعني يمضي في معادلة المنافسة. نعم. بشكل سليم ما لم تحمل مباراته أمام الجزيرة التغيير الإيجابي. نعم كابتن، الوحدات عم برجع بتعرض لضغط المباريات خصوصا أنه هذا الأسبوع عم تعرض لضغوط المباريات الأسيوية، نقدر نقول أنه فريق الوحدات اتعلم الدرس من الضغط اللي تعرض له سابقا في دوري أبطال آسيا وممكن أنه يلاقي طريقة هلأ ليخفف من هذا الضغط وأنه يقدر يلعب بمستوى مناسب أكثر والضغط المباريات ما يأثر على نتائجه في المباريات القادمة. يعني تخفيف الضغط البدني عن فريق الوحدات لو توفرت عنده دكة احتياط مثالية. نعم. يعني كان يستطيع المدرب مثلا أن يلعب في لقاء النجمة بمجموعة من اللاعبين ثم يحدث تغيير نسبي على التشكيل اللي راح تلعب مع الجزيرة، لكن زي ما حكيت أنا أنه من وجهة نظري أنا أنه فريق الوحدات يعاني اليوم من غياب اللاعب البديل الجاهز، البديل اللي قاعد على مقاعد الاحتياط ليس بمستوى
اللاعب الموجود في الملعب، وأي لاعب أساسي بالذات في الجانب الهجومي بغيب بأثر على الفريق، وبدلالة أنه فريق الوحدات لم يسجل سوى هدفين في هدف في مباراتين. نعم. هاي نقطة كثير بتسبب مشكلة عند فريق الوحدات. صحيح. لأنه هو فريق معروف أنه قوي هجوميا. كمان فريق الوحدات بجوز أسلوب لعبه شوية ما عم بخليه يكون فعال هجوميا من خلال وجود مهاجم واحد فقط. يعني الوحدات أنا بعتقد أنه يعني أقرب ما يكون فعال عندما يلعب بطريقة 4-4-2 واللي هي أصبح يلعب فيها فريق الفيصلي اليوم. نعم. فريق الفيصلي تحسن هجوميا من خلال تطبيقه لهذه الطريقة. نعم. انتقل الفيصلي والرمثة، والفيصلي يكسب قمة الرمثة بهدف في مباراة أقيمت بدون جمهور. يعني أول شيء من المؤسف أنه إحنا نصل لحال أنه نعم. تقام مباريات بدون جمهور، ولكن إحنا منقول برضو أنه يعني أحيانا أنا لا أريد أن أدافع عن اتحاد كرة القدم، ولكن يجب أنه يكون في نوع من الحل للمشاكل اللي تحدث من قبل فئة من جمهور، ليس جمهور الفيصلي فقط، ولكن احنا اليوم بنشوف أنه عندنا ثلاث فرق وصلت للحد الأقصى من العقوبات، الفيصلي، الوحدات، الرمثة. بالتالي أي فريق من هاي الفرق الثلاثة أيضا معرض أنه يلعب مباراة بدون جمهور في حال أنه جمهوره ارتكب مخالفة في المباراة المقبلة. فريق الفيصلي بجوز يعني يختلف عن بقية الفرق بأنه حتى في غياب الجمهور يستطيع أن يحقق النتيجة الإيجابية بدلالة النتائج. يعني احنا نتذكر حتى أمام المنشية في مباراته في الكاس تفوق على المنشية رغم غياب الجمهور. لكن برضه الفيصلي بحاجة لجمهوره، والوحدات بحاجة لجمهوره، والرمثة بحاجة لجمهوره، وإن شاء الله أنه نكون كلياتنا تعلمنا من هاي المشكلة. على الجانب الفني في مباراة الفيصلي والرمثة أعتقد أنه المباراة كانت ضعيفة فنيا، لكن الفيصلي استحق الفوز فيها لأنه استطاع أن يستغل إحدى الفرص من هفوة من قبل حارس الرمثة. الفيصلي أنا بعتقد يسير بشكل صحيح. نعم. وأعتقد أنه اللاعب البولندي لوكاس شكل مع الليبي أكرم زوي إضافة نوعية. أكرم اليوم سجل الهدفين اللي للفيصلي أمام الجزيرة وأمام الرمثة، وبالتالي خياره في اللاعبين المحترفين من الخارج في مرحلة الإياب كان خيار مثالي على عكس ما كان عليه الحال في مرحلة الذهاب. يعني في مرحلة الإياب شفنا أنه في فاعلية هجومية وفي نتيجة إيجابية. صحيح أنه تعادل هو والجزيرة، ولكن أيضا حقق فوز على الرمثة وأربع نقاط في مباراتين قويتين. أنا برأيي أنه شيء إيجابي للفيصل. نعم. كابتن، رأيك بطاقم التحكيم البحريني في اللقاء؟ شوف، إحنا دائما بنقول يعني مرات الحكم الأجنبي بكون شر لابد منه. نعم. خيار صعب، وهو مش عدم ثقة بالحكم الأردني، ولكن بجوز إحنا بنصل لمرحلة بأنه بصير في نوع من يعني تحميل الحكام وزر نتائج الفرق. صحيح. يعني في مباراة الفيصل والرمث على سبيل المثال، في حالة مثيرة للجدل اللي هي حالة لوكاس عندما سدد كرة، بجوز احنا عشان يعني النقل التلفزيوني مش مثالي بحيث انه الكاميرا تكون موجودة خلف المرمى وتجيب الحالة بالضبط انه الكرة اجتازت او لم تجتاز خط المرمى بكامل استدارتها. ولكن لو افترضنا انه الفيصلي ما كان مسجل جول او الرمثة جاب هدف التعادل، كان برضو بصير يعني بصير في نوع بانه الحكم سبب. مع ذلك هناك قبول من قبل لاعبي الفرق بقرار الحكم اللي غير اردني، لانه الحكم يعتبر بهاي الحاله غير محسوب على اي فريق او ما عنده اهواء ندويه او يعني مش جزء من المشكله اللي بتعاني منها الكره الاردنيه. وانا بشجع فعلا انه في عندنا بعض المباريات اللي هي مباريات خلينا نقول دائما مباريات بتكون مأزومه، يعني مباراه وحدات ورمثة، ايضا مباراه وحدات وفيصلي، هاي من المباريات اللي عاده يعني بكون فيها نوع من الاشكاليات. فبرضه لما بكون في حكم من الخارج، واحنا يعني مش اول دوله ولا اخر دوله. صحيح. يعني الاتحاد المصري لكره القدم على سبيل المثال، اي مباراه بين الاهلي والزمالك يحضر طاقم حكام من اوروبا حتى انه يريح راس هذا الاتحاد من مشاكل
الفرق واحتجاجها على التحكيم. نعم أستاذ تيسير، بالنسبة لباقي الفرق غابت عنها الانتصارات، الحسين وذات راس اقتنعوا بالتعادل السلبي وكذلك الصريح والبقعة. شوف اليوم الفرق يعني لأنه مرحلة الإياب فيها حساسية أكثر من مرحلة الذهاب، كون الفرق يعني ما في مجال عندنا تعوض، وبالتالي احنا بنشوف أنه الفرق بتلعب دفاعيا وبكون في عندها حذر ربما مبالغ فيه. اليوم يعني بنشوف الفرق اللي يعني مهددة بالهبوط يعني ربما تكون هي أكثر حذر من الفرق اللي هي في الطابق الأوسط، فبالتالي يعني راح نشوف كثير من هاي المباريات انه فعلا بيكون التعادل سيد الموقف، لانه الفرق ما بتلجا للمغامره الهجوميه خوفا على نتيجه المباراه. يعني بعض الفرق تقول بانه نقطه في اليد افضل من ثلاث نقاط، يعني غير مضمونه. صحيح. كابتن، رايك بالاسبوع القادم من الدوري بشكل عام؟ بشكل عام اعتقد انه الجوله 14 راح تكون جوله مثيره جدا، جولة بتحمل، بتعرف الدوري اليوم يعني الناس بتنظر عادة للدوري لا المنافسة على اللقب، رغم أنه المنافسة في المراكز المتأخرة لتجنب الحصول على بطاقتي الهبوط إلى الدرجة الأولى أيضا هي يعني منافسة حامية، ولكن الواجهة عادة بتكون الفرق اللي منافسة على اللقب. أنا باعتقادي بأنه مباراة الجمعة بين الفيصلي والمنشية هي مباراة قمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يعني مباراة ممكن تكون مباراة بطولة بالنسبة لكل فريق، لأنه المنشية والفيصلي بيطلع أنه يحصل الثلاث نقاط حتى يرتفع إلى 29 نقطة على أمل أنه يصير في تغيير على نتيجة مباراة الجزيرة الوحدات، ممكن يعني في حال تعادل الجزيرة أو خسارة الجزيرة يعني ممكن يصير في نوع من الالتقاء. نعم. على القمة بذات الرصيد من النقاط، وبالتالي مباراة الوحدات أيضا الجزيرة الوحدات والجزيرة بتكون الصورة قدامهم واضحة أكثر من الفيصل والمنشية، كون الفيصل والمنشية راح يلعبوا يعني قبلهم بيوم. لكن أنا من وجهة نظري بجوز أكثر الفرق اللي راح تكون متضررة في الصراع المقدمة هو فريق الوحدات، لأنه يعني الحالة الحالية بتشير إلى أنه صعوبة أنه الفريق يعني يكون موجود بشكل مثالي في الدوري. نعم. وفي نفس الوقت احنا عندنا بطولة كأس الاتحاد الآسيوي اليوم تغير نظامها، يعني أصبح أنه في ضغط نفسي على الفريق المشارك، لأنه اليوم فقط بطل المجموعة بتأهل من المجموعات الثلاثة بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني، وبالتالي يعني المجموعات صعبة وصعب جدا أن يكون في نوع من اللعب في بطولة قارية وفي بطولة محلية بنفس المستوى وفي ظل تواضع إمكانيات بعض اللاعبين الموجودين بالتشكيل الأساسي. نعم. بعيدا عن دوري المحترفين خلينا نروح نشوف فقرتنا الأسبوعية شو بتحكي يا رجل. بعيدا عن رياضة كرة القدم، مين اللاعب الأردني اللي بتتمنى أنك تشوفه نائب بالبرلمان؟ خلينا نشوف مع بعض. بنقي عبد الله ديب لأنه عنده مؤهلات أنه يكون يقدر يلعب، وبعدين يعني هو لاعب كبير بالنسبة للأردنيين. أعتقد جمال أبو عابد، لاعب له خبرة طويلة الملاعب، كابتن منتخب الأردني سابق، وهو حل وسط لكل يعني لاعبين كرة القدم في الأردن. اختار عامر شفيع لأنه الشعب الأردني كله توحد على حب عامر شفيع، الكل بحب عامر شفيع. مش مهم معتزل أو غير معتزل، اختار عبد الله أبو زناء لأنه أول شيء الزلمة أخلاقه عالية ممتاز وإنسان رائع جدا قبل ما يكون لاعب. لاعب أردني؟ يعني أكيد عامر شفيع. أنا برأيي أنه ممكن أنه يطور الرياضة بالأردن، وهذا الشيء أساس أنه تتطور الرياضة بالأردن ونفوت كأس العالم، هي أهم شيء. بازن فتحي. أوكي. يعني شخصيته اجتماعية، محبوب بين الناس، ممكن يسوي شيء. رافا تالي أفضل لاعب بالأردن. ولا حدا نهائيا. أبي أختار اللاعب عبد الله محاربة لأنه لاعب محترم وسمعته كويسة وبيساعد.
أستاذ تيسير، زي ما شفنا بالسؤال عامر شفيع حصل على الأغلبية، حضرتك مين بتختار؟ أنا لا أحد. لا أحد عشان نظل نحبهم. موجهة نظر برضو. طيب خلونا نطلع على فاصل أول وراجعين. أهلا وسهلا فيكم من جديد، ومكملين حديثنا عن حصاد الأسبوع 13 من دوري المحترفين. وهلأ خلونا ننتقل لشذرات من هالأسبوع بالتقرير التالي. مع انقضاء الأسبوع 13 من دوري المحترفين نرصد لكم العديد من الشذرات والمحطات التي حصلت خلال المباريات الست. الأسبوع الأول من مرحلة الإياب شهد تسجيل 8 أهداف فقط، وهو نفس الأهداف التي سجلت في الجولة الماضية من الدوري. الجزيرة لا يزال الأقوى هجوما ب 26 هدفا، فيما يعد ذات رأس الأضعف هجوميا بتسجيله 4 أهداف فقط. الفيصلي يعتبر الأقوى دفاعيا، فلم تهتز شباكه سوى 5 مرات، فيما البقع الأضعف دفاعا بدخول مرماه 22 هدفا. ركلات الجزاء كانت حاضرة هذا الأسبوع بركلة واحدة، وكانت من نصيب شباب الأردن أمام الجزيرة، نفذها محمد الشيشاني بنجاح. الجزيرة الأكثر تحقيقا للفوز بالبطولة، حيث حققت 9 انتصارات، فيما يليه الوحدات ومنشية بني حسن ب7 انتصارات. الرمث الأكثر تعادل في البطولة، حيث تعادل في 7 مرات، يليه كل من فرق الحسين إربد والصريح والبقعة، حيث تعادل كل منهم في 6 مباريات. فريق البقعة الوحيد الذي لم يحقق الفوز بالبطولة إلى الآن، حيث حصد 6 نقاط من 6 تعادلات فقط. كابتن، يمكن قبل الفاصل تحدثنا وحضرتك ذكرت أنه ما صار في أي تغيير على الأسبوع 13، الأرقام برضو ما تغيرت سواء من الأهداف أو حتى الأقوى والأضعف من ناحية الهجوم والدفاع. نعم، يعني أكيد طبعا شفنا بجوز فريق الجزيرة أفضل الفرق من الناحية الهجومية في آخر مباراتين. نعم. بينما بجوز في عندنا مجموعة من الفرق ما سجلت ولا هدف، يعني مثلا فريق الأهلي آخر 4 مباريات في الدوري ما سجل أي هدف. هاي حالة يعني حالة بتخوف، خصوصا أنه الفريق بكرة يعني عنده مباراة بكأس الاتحاد الآسيوي، هاي بتدل على أنه ضعيف هجوميا. فريق الرمثة آخر 3 مباريات لم يسجل أي هدف. نعم. ونفس المشكلة رجعت له، احنا نتذكر أنه فريق الرمثة ظل حوالي 5 مباريات في مرحلة الذهاب ما سجل ولا هدف. إذا في مشكلة بالناحية الهجومية عند بعض الفرق. فريق ذات راس ب 13 مباراة يسجل 4 أهداف بمعدل 0.3 بالعشرة هدف في المباراة، يعني رقم متواضع جدا غير مسبوق. صحيح. في تاريخ الفريق أو تاريخ الدوري. الناحية الإيجابية أنا شفتها في أرقام الجولة 13، هي رقم 13 هذا رقم نحس، لكن الناحية الإيجابية فيه هي أنه ما في ولا بطاقة حمراء، بعكس الجولة رقم 12 اللي كانت ما شاء الله مليئة، يعني 6 حالات طرد كانت فيها بالإضافة إلى حالة طرد مدرب. فالأرقام أرقام إلى حد ما بالذات بالجانب الهجومي متواضعة، على سيما أنه إحنا بنحكي جولتين فيهم 16 هدف. نعم. في 12 مباراة المؤشر الأهداف نزل بشكل ملحوظ. نعم. طيب كابتن، هاي الجولة أيضا شهدت ضعف بالحضور الجماهيري كمان. ضعف الحضور الجماهيري في النقطة الأولى حكينا أن الظروف الجوية شوية كانت صعبة، يعني صعب شفنا صحيح. احنا الحمد لله أمطار الخير. نعم. برود الطقس أيضا إلى دور كبير. النقطة الثانية طبعا عندنا مباراة قمة كانت بين الفيصل والرمثة بدون جمهور. إن شاء الله أنه الصورة راح تكون مختلفة في الجولة 14، لأنه عندنا مباراتين، يعني مباراتين قمة، وأعتقد أنه ممكن يكون الحضور فيها قياسي. نعم. صراع الهدافين ما زال مستمر بالتقرير التالي. واصل السوري مارديك مارديكيان مهاجم الجزيرة انفراده بصدارة هدافي دوري المحترفين ليوسع الفارق مع أقرب مطارديه إلى 4 أهداف، بعد أن وصل إلى الهدف العاشر في الأسبوع 13
من دوري المحترفين، وشهدت مباريات الجولة 13 تسجيل 8 أهداف، وهي ذات نسبة الأهداف المسجلة في الجولة الماضية. مارديكيان سجل هدفه 10 في مرمى شباب الأردن، ويعتبر من المهاجمين المؤثرين هذا الموسم في الدوري المحلي. ودخل محمد الشيشاني مهاجم الشباب إلى المركز الثاني بعد وصوله إلى الهدف السادس بتسجيل هدفين في مرمى الجزيرة، ليتشارك مع لاعب الوحدات منذر أبو عمارة بنفس الرصيد. وبقي في المركز الثالث محمد زينو لاعب الحسين، والسنغالي الحاج مالك لاعب الأهلي برصيد 5 أهداف. إذن مارديكيان يبتعد في الصدارة ويقترب من الفوز بلقب الهداف. يعني بصراحة هو لاعب يعني مهاجم هداف، صحيح أنه بعض أهدافه من ركلات جزاء، ولكن هو فعلا يعني وصل للرقم 10 عن جدارة واستحقاق، وأثبت أنه يعني مهاجم محترف شكل إضافة هجومية مميزة لفريق الجزيرة. إحنا المشكلة أنه بدنا نكون أنانيين شوية، في الموسم الماضي كان أكرم الزوي مهاجم فريق الحسين إربد سابقا، والفيصل حاليا هو هداف الدوري. صحيح. واليوم أيضا يبدو أن مارديكيان نظريا الأقرب، ما لم يعني تحمل المباريات المقبلة نوع من التغيير، وهي بخلينا نخاف إحنا شوية على المهاجم الأردني. نعم. اللي هو طبعا إحنا بدنا إياه للمنتخب الوطني، يعني إحنا كان يعني كنا نأمل أنه يعني بهاء فيصل، منذر أبو عمارة، حمزة دردور، يعني يكون في لهم الحضور التهديفي بشكل أكبر كونهم هم يعني موجودين في المنتخب حاليا. نعم. طبعا في محمد عمر الشيشاني اليوم وصل للرقم 6، ف يعني بتمنى انه فعلا انه نشوف في المرحله المقبله لاعب اردني ينافس على لقب الهداف، يعني كي لا يبقى يعني لقب الهداف برضو اجنبي، رغم انه احنا يعني في النهايه بنقول مبروك لاي لاعب حصل. صحيح. لقب الهداف، ولكن يعني كناحية أردنية بنتمنى أن يكون فعلا عندنا مهاجمين ينافسوا بقوة على لقب الهداف. أكيد. ومن دوري المحترفين ننتقل للحديث عن مشاركة الأهلي الآسيوية ولقاء الأول يوم غد بجمعه بنادي الجيش السوري بالتقرير التالي. للمرة الأولى في تاريخه يشارك فريق الأهلي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يستعد لمواجهة الجيش السوري يوم غد ضمن مباريات المجموعة الأولى للبطولة، والتي تضم إلى جانبهم كل من الزوراء العراقي والسويق العماني. الهدف الأول للأهلي رفقة مدربه الوطني جمال محمود هو تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالبطولة والمنافسة على صدارة المجموعة والابتعاد عن حسابات معقدة لصاحب المركز الثاني. الليث الأبيض سيعتمد على تألق لاعبيه محمود مرضي وعبد الإله الحناحنة ويزان ثلجي، بالإضافة للمحترفين الثلاث ماركوس ودينيس والحاج مالك، للعودة إلى عمان بالنقاط الثلاث وتحقيق أول فوز في تاريخ الأهلي بالبطولات الآسيوية. من جهته فريق الجيش بقيادة مدربه السوري محمد مخلوف فقد توجه للعاصمة القطرية مساء الجمعة بغياب اثنين من لاعبيه، وهما يوسف قلفة ومحمود شريفة، اللذان يلعبان في خط الوسط بعد أن حقق الفوز في آخر مواجهاته المحلية على فريق الجزيرة بهدف وحيد ليحقق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، ويحتل المركز الثالث على جدول الترتيب مع بقاء 3 مباريات مؤجلة له. الأهلي أمام منحنى طرق، البداية الجيدة ستعطيه دفعة معنوية كبيرة في البطولة وستخرجه من دوامة نتائجه السلبية في البطولات المحلية. كابتن، الأهلي يستهل مشواره الآسيوي بمباراة أمام الجيش السوري في الدوحة، رأيك بهذا اللقاء من الناحية الفنية؟ يعني أول شيء احنا نتمنى طبعا لفريق الأهلي ممثل الكرة الأردنية إلى جانب الوحدة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي أنه يكون التوفيق حليفه في مباراة يوم غد أمام فريق قوي هو الجيش السوري. نحكي بصراحة يعني وأريحية، فريق الأهلي في الموسم الحالي فريق غير مقنع. نعم. اليوم احنا بنحكي الاهلي عنده 16 نقطه من 13 مباراه،
الفريق ليس بذلك الفريق اللي شاهدناه في الموسم الماضي، أو على الأقل يعني في بداية الموسم الحالي. عنده مشاكل كثيرة، الفريق يعني ما عنده تجربة خوض المشاركات الخارجية، من سوء حظه أنه أول مباراة ستكون خارج الديار في الدوحة اللي هو الملعب البيتي لفريق الجيش السوري. ولكن بنقول دائما أنه في عنا إرادة عند اللاعبين وعند الفريق أنه يثبت وجوده. أنا برأيي إذا استطاع الفريق الأهلي أنه يحقق نتيجة إيجابية أمام فريق الجيش السوري في مباراة يوم غد ستكون انطلاقة قوية له، لأنه احنا بنقول يعني بجزء طرقنا انه نظام البطوله اختلف، بالتالي المنافسه على الزعامه. مجموعه الاهلي فيها ايضا الزبراء العراقي والسويق العماني، وبالتالي هي مجموعه من وجهه نظري مجموعه صعبه جدا. نعم. يعني المنافسه فيها راح تكون قويه جدا، ولكن احنا بنطمح انه فعلا الاهلي انه يعيد الى الاذهان الصوره الايجابيه اللي كان عليها في الموسم الماضي. عنده بعض اللاعبين باعتقادي ممكن يكونوا مؤثرين، مثل محمود مرضي، الحج مالك، ماركوس، ركان الخالدي، يعني هذه الأسماء ممكن يعني تكون مع الفريق. أيضا المدرب جمال محمود عنده من الخبرة الشيء الكثير، ولكن أنا أتمنى على الفريق بكرة أنه يكون يعني عارف قدراته جيدا وقدرات الفريق المنافس، بحيث أنه يعني يلعب بتوازن والتزام تكتيكي جوا الملعب، ويكون في عنده الروح القتالية. يعني احنا بنعول في مباراة بكرة على الروح القتالية، على الروح المعنوية، على يعني إرادة الفوز عند اللاعبين، لأنه ممكن هي الشكل الفارق. وأنا يعني بجوز استمعت لرأي مدرب فريق الجيش السوري، بتعرف يعني أحيانا برضو الكلمات بتكون خادعة، أنه احنا يعني المباراة لن تكون سهلة، وأنه فريق الأهلي فريق كبير جدا، أيضا فريق الجيش السوري فريق كبير، ويجب أن يعني يتم التعامل مع المباراة بحكمة وعقلانية. نعم كابتن، كيف سيواجه الأهلي ضغط معترك المباريات المحلية والأسيوية؟ هاي مشكلة إضافية، أنه فريق الأهلي احنا نتذكر أنه يعني في الثمانينيات كان عنده مشاركة عربية، وبعد ذلك تعرف الأهلي مر بمراحل جزر كثيرة إلى أن عاد إلى الواجهة في السنوات الأربع الماضية. فريق الأهلي اليوم ما عنده طموح اللقب. نعم. اليوم فريق الأهلي يختلف عن فريق الوحدات بأنه فريق غير منافس على اللقب. بالمقام الأول فريق الأهلي يبحث عن تجنب الهبوط، الابتعاد عن منطقة الخطر. هو يعني اليوم احنا بنحكي بينه وبين الفريق اللي بيحتل المركز التاسع اللي هو الصريح 6 نقاط، وهي يعني مش فارق رقمي مؤثر في ظل وجود 9 مباريات لكل فريق. راح يعاني فريق الأهلي من قصة ازدواجية المشاركة، لأنه للمرة الأولى بيدخل في هاي التجربة. لكن يعني أنا برأيي بجوز الأهلي إذا بيلعب على المباريات البيتية بشكل ذكي بيحصل نقاطها بالدرجة الأولى. يعني احنا بهمنا انه الفريقين الأردنيين ما يخسروا بعمان، صحيح، ويحاولوا انهم يكسبوا نقاط خارج الديار حتى تكون مساعدة لهم. فمهمة الأهلي صعبة ولكن ليست مستحيلة. ان شاء الله احنا نتمنى له في بطولة الآسيوية انه يحقق الشيء اللي بيرفع من سمعة الكرة الأردنية هو فريق الوحدات، ومحليا احنا بنقول لكل مجتهد نصيب. طيب أستاذ، بالنسبة لنظام البطولة الآسيوية بتقسيم أندية غرب القارة عن شرقها، كيف تشوف هذا النظام؟ يعني هي تجربة هاي للمرة الأولى. احنا بنعرف أنه الفرق العربية في غرب آسيا سيطرت على 11 لقب من أصل 13. البطولة بكرة رقمها 14. اليوم يعني بالنسبة لفرق غرب آسيا كانها بدها تلعب بطولة مع بعضها البعض، بحيث أنه في النهاية راح يتأهل منها فريق إلى المباراة النهائية، ومن ثم يتأهل فريق من بقية مناطق شرق ووسط ومنطقة الآسيان للمباراة النهائية. بالتالي يعني الفرق العربية 12 فريق عربي في 3 مجموعات راح يعني يتواجهوا مواجهة قوية جدا. واليوم احنا بنحكي عن كأس الاتحاد الآسيوي، ما عادت بطولة سهلة. صحيح أن الفرق الكويتية بجوز
بسبب قرار الفيفا غائبة عن البطولة، وهي من الفرق الكويتية سيطرت بشكل ملحوظ على النسخ السابقة قبل أن يتم إيقافها عن المشاركة. اليوم الفرق العراقية موجودة، الفرق السورية موجودة، الفرق البحرينية موجودة، كل هاي فرق عندها طموح، لكن اليوم احنا بنحكي في جائزة قيمتها مليون دولار وفي الوصيف نصف مليون دولار. أنا لو كنت محل أي فريق من هالفريقين الأردنيين بركز كل قوتي على أني أكون بطل أو وصيف كأس الاتحاد الآسيوي، لأني أنا ممكن أحصل على عائد مالي بالإضافة إلى اللقب المعنوي. هذا العائد المالي راح يخليني أقدر أبني الفريق لثلاث أو أربع سنوات بلاعبين محترفين مميزين، حتى أني أقدر أجيب محترفين حقيقيين من الخارج بدل ما أنه إحنا منجيب محترفين لا يحملون من صفة الاحتراف إلا الاسم فقط. نعم. أستاذ تيسير العميري، سعداء جدا تواجدك معنا اليوم، ويعطيك ألف عافية. شكرا لك.